المقاومة الشعبية بقيادة الأمير عوض الجيد النعيمة فزع الكواهلة يدحر العدو بولاية الجزيرة المحور الغربي واستلام عدد واحد عربة بوكس وعدد ثلاثة موتر وعدد من الأسلحة والزخائر والأسرى. الله أكبر ولا ما الله أكبر يا أخو؟ انسراف جاب كلام نديب جدا جدا. برهان يلتقي طبعا وفد أموم قبيلة الجوامع وتقدم الجيش طبعا في فاشر وبابنوسة وعمل خاص طبعا تعمين كل مدينة خويلد طبعا وجغم كل الارتكازات في داخل مدينة خويلد كده. تعالوا نستمع بعدك نحلل الموضوع. الكوبري خلو والجبل خلو وشغل الجيش خلو، انا بوريك الليلة المقاومة الشعبية فزع الكواهلة عمل شغل انتو مالكم ما قلتوا ده علف، ها مالكم ما قلتوا ده علف. ليه ما قلت ده علف؟ اسمع ديل العمل الخاص من جوا الخوي مشوا دقوا الدعامة قال مشينا لقيناهم ما في زول. ليه لقيتهم ما في؟ شنو حصل؟ عارف الحصل شنو ولا ما عارف؟ ها؟ هاك اوريك الحصل. اسمع وان شاء الله من جوار محلية مدينة الخوي ان شاء الله الحمد لله ربنا الذي نصرنا في هذا اليوم الطيب المبارك والحمد لله فزع اهلكم حمر تحرك من كل المناطق البعيدة والقريبة وصلنا لمحلية الخوي. وفد المقدم وصل ليلة البارحة والحمد لله يعني كنا فيه ونحن والحمد لله دكينا كل أوكار المتمرد الذي عاسى فسادا في محلية الخوي ظل ينهب ويسلب ويضطهد أهلنا حمر ومن مجموعة من الميليشيا وشفشافة الدعم السريع والحمد لله رب العالمين. وفد المقدم وصل من الفزع لكم حمر والحمد لله رب العالمين لقيناهم الناس زي ما موجودين ولوا هاربين وانسحبوا الحمد لله رب العالمين. الان القوات منتشره وكل الناس قريب من محليه الخوي ونحن نريد نرسل رسالتنا لاهلنا في الفوازع الثانيه نقول لهم انه دي رساله يا جماعه الان محليه الخوي خاليه من التمرد ارجو الناس ما تتعب في الخريف ده والمناطق بعيده والوحل نحن والله عشان نجي اليوم الثالث. لذلك بنقول لكل الناس البعيدين انه يا جماعه الناس توقف الفزع الناس ما موجودين وما بالحجم اللي بيقولوا فيه ده ونحن ما محتاجين نخسر اكثر من ده. نقول الحمد لله رب العالمين شكرا لكم لكل الناس اللي حققوا انتصار وان شاء الله بنشكر اخواننا في منطقه دار الريح اهلنا حمل في منطقه دار الريح في المنطقه الجنوبيه في المنطقه الغربيه وناس النوط خاصه وبنقول لناس فوجا تحيه لكم ان شاء الله رسالتنا واضحه الناس ما تتحرك بعد ان شاء الله. واحد قال لي يا اخي اديت خليفه دنقر اكثر من حقه، هو انا لما اجيب اسمه ذاته ده ما اكثر من حقه، لكن انا بوريك انه الشغال شنو. انا بوريك انه الحركه بتاعت المقاومه الشعبيه ماشيه كيف. انا بوريك انه الانتفاضه الخطوات بدات تكتمل ومظاهرها بدات تكتمل و الناس المعتمدة انه الجيش بس هو اللي هيحقق. قال لك رئيس مجلس السيادة القائد العام القوات المسلحة يلتقي وفد اتحاد عموم الجوامع. هالليلة المقاومة الشعبية ماشية في خطوات اكبر، ثلاثة اربعة معسكرات فزع قيادات تلاقي رئيس مجلس السيادة. موضوع انه احنا نعتمد على الجيش والجيش ده السيطر عليه جهة ولما يفرحونا في ثلاثة ساعات انه انضربوا السد ولا ضربوا الدندر ولا دخلوا سينجا ويجي بعد ثلاثة ساعات يطلع الموضوع كذب. الحاجة دي احنا بقينا ما معتمدين عليها ولا حتى القوات المسلحة من جيش الشارع معتمد عليها.
والعمل الخاص اللي وصل الخوي ده، ده قيادته ما رئيس هيئة الأركان، ده قيادته في الشارع. فأنا بقول للناس تبشر، وبقول للناس إحنا والله ماشيين والانتصار بدأ يلوح وبدينا نجني ثماره. الليلة إحنا تقدمنا خطوة على الدعم السريع، المواطنين انتصروا على الدعم السريع ومسكوا منهم أسرى وأصابوا فيهم قتلى وغنموا منهم عربات وأسلحة. ده إنجاز كبير بالمناسبة، وما زال جيشنا لسه قاعد في معسكراته. دي الحال إحنا ما مرقنا لك أي جيش. الليلة ناس بابنوسة طلعوا تمشيط أكتر من 25 30 كيلو من بابنوسة. بعد شوية هنسمع المواطنين راجعين، الخريف ده جاي هيرجعوا يزرعوا عديل. بابنوسة ماشية في تقدم كبير، الفاشر ماشية في تقدم كبير، والفزع اللي بدأ يصل الفاشر والبكا بيشوفوا فيه، بيشوفوا عند الدعامة. البيكا بيشوفوا عند الدعامة. امبارح واحد مطلع رسالة، كان الزمن كفى بشغيل عليكم، قال يا اخي الجيش اللي في الفاشر ما بيتداوس. وقال لي اهله احنا والله من هنا منسحبين، وتاني انا الفاشر دي ما راجع له، انا مش هقعد مع الابل بتاعتي والحاجات الشفشفتها دي، كفاية جدا. قال انا تاني ما راجع، ولا دار اسهر هناك، ولا دار اشوف الفاشر دي، ولا دار اجي جنبها. والناس اللي بيسمعوا كلامي ده وصل له الرسالة، كان في الواتساب، قال لهم من الليلة دي تشوفوا لكم شغلة تقضوها، تاني ما افضل حمشي الفاشر. واحد شوف الكلام ده واثره حسي، صمود الناس ديل وصمود القوات دي وصمود المقاومة وصمود المستنفرين غير المعادلة تماما. وده يعني ده ما فيه لعب. ما تيجي تقول لي بعدين انا خراب حفلات وانا الموضوع ده اشاعة، لا، احنا بيدنا بنصنع الحقيقة. هتشوف تاني عشان ما تيجي تقول اشاعة، انا دارك تطلع تقول الكلام ده برضو علف، دارك تطلع تقول الليلة دحر الدعم السريع في الخوي علف، دارك تقول الكلام ده، دي مع حقائق. طيب عندنا مشكلة في إدارة الدولة، وإحنا اقترحنا في الأيام اللي فاتت دي مقترح، والمقترح ده هيظهر في شكل يعني مسودة كده الناس تقراها وتشوفها. الليلة إحنا دارين نأمن ولاية الجزيرة. القرار بتاع تأمين واستعادة مدني، عمينه القرار ده يا أخوانا، القرار ده عمينه، القرار ده عند الجيش. منو عند الجيش تحديدا؟ منو؟ عند القائد العالي للقوات المسلحة. رؤية القيادة في استعادة مدني حساباته بتكون شنو؟ البرهان قاعد في بيته وعربيته مدورة، أولاده في أمان، هل بيحس بنفس الإحساس بتاع المواطن؟ الليلة في غرف الجزيرة أنا بقرأ في رسائل الناس، بيقول لي يا أخي والله ما قادرين نكفي القروش اللي بيجي بشولات دعامة، فارضين على كل غرية مبلغ شهري. في ناس بيفرضوا علينا 12 مليار، في ناس بيفرضوا علينا 15 مليار، خدت لهم الستارلينك وخدت لهم تلفوناتهم. انت متخيل الحاجة اللي عايشين فيها الناس دي قدر شنو؟ القرار بتاع انه انا المواطن ده، الليلة عشرات القرى في الجزيرة الدعامة واخدين المواطنين اسرى. والله العظيم، وانت هتسمعوا شكاوي المواطنين دي وهتسمعوها تسجيلات وحتسمعوا من الميدان بيحصل لهم شنو، لأن البرهان صاحب القرار في استعادة الجزيرة ومدني هو قاعد في بيته، أولاده قاعدين في أمان الله، أخواته وأخوانه في أمان الله. ما في زول الليلة دي ماخدينه أسير في الجزيرة ويشيلوا تلفونه ويقول له أضرب لي ولدك في السعودية حول لك. ما في حاجة يشتروا بها المواطنين أكل، ما لا لا لا، في مرتب شهري كده أنت بتدفعه لأي دعامي قاعد ماسكك. مفصولين تماما، يعني الجيش الكاملين، الجيش بتاع المناقل، الجيش بتاع آدم هارون، الجيش بتاع مدني نفسه، هم الكلام ده عارفينه. الموضوع بتاع انه انا اطلع احرر الناس ديل، مين اللي عنده القرار بتاع تحرير مدني والدخول الى الجزيرة؟ مين اللي عنده القرار؟ القرار عند الجيش، والجيش بيقول لك رؤية القيادة، والقيادة رؤيتها شنو؟ اذا كان قائد القوات المسلحة
ونائبه ونوابه في امان الله وقاعدين واولادهم بعيدين ولا ماسورين ولا ولا، هيحس بيك في الجزيره؟ هيحس بيك في دارفور لما احنا نجي نعمل اسقاط كل اسبوعين لدارفور نجد علينا 12 صندوق، تجيك سلاح، تجيك لبن بودره، تجيك ذخيره، انت وحظك. ما هو انت ما حاسب الحاجه دي. ليه ما حاسبها؟ لانه اللي بياخد القرار قاعد في امان. ودي ما الحرب تدار كده. يعني الليله زياره ياسر العطا لمناطق العمليات قاعد في حته امنه في معسكر، ياسر حيرجع بتقريره للبرهان حيقول لي شنو؟ حيقول والله المعنويات في السماء والمواطنين في امان، لانه ياسر ما مشى حته المعركه وحته الذخيره مدوره. حينقل تقرير ده شافه ياسر وما كذب. لقى الناس معنوياته فوق ودخل المطبخ بتاع المعسكر لقى فيه اكل. ومشى السوق لقى الناس ضابحين والشوايات شغاله وست الشاي شغاله والمطعم شغال. ايوه حيقول للبرهان اقسم بالله شفت الناس بياكلوا، لكن دي ما الحته اللي فيها المفروض يمشيها ياسر بلكاكي. دي الحته اللي يجيها زول لابس ملكي، يجيها رئيس الوزراء بالانابه، يجيها وزير الحكم الاتحادي، يجيها مستشار البرهان لشؤون الصحه، يجيها وزير الصحه. ياسر اللابس كاكي مركب 12 رد دبوره ده المفروض يمشي هناك، نقول له يا اخي ود النوره وضعها كيف؟ يمشي ياسر هناك ويرفع تقريره من هناك، يرفع تقريره يمسك معاه اللبيب. لكن لانه اللبيب حسي هو طبعا رمزية عند الجهاز ورمزية عند المواطنين وكده، والأصوات بدأت تناوش والجماعة بدوا ينقنقوا هناك شوية كده، ناس الهيئة والمستنفرين وإحنا جبتونا ليه وما دارين نحارب وإنت مرجعنا وإنت. فاللبيب ذاته لبس الكاكي بقى زي الجياشة، قال له يلا راح. ده اسمه العلف هنا يا أخونا خليفة دنقر، ده اسمه العلف. لأنه ياسر تقريره المفروض يرفع عن الجزيرة عشان نحدد إنه إحنا حنتحرك بكرة بعد بكرة. ياسر جا قال والله الجاهزية بتاعت القوات المسلحة إنها تحرر السودان، والجاهزية بتاعت قواتنا حتمشي الولايات، وإحنا مشى ياسر. شوف سبحان الله، اسمع دي، قولوا سبحان الله. لكن واحد يقول لك أنت بتبيل ياسر عطا، ياسر ما ياسر ياسر اسمع اسمع ياسر هنا خليت علي غانا انت اسمع. الله اكبر، حزبنا حزب عسكريتنا دي. الله اكبر، الله اكبر، قبيلتنا قبيلتنا السودانيه كلها. الله اكبر، الله اكبر. لذلك نحن القائد العام للقوات المسلحه حتى بعد الانتخابات وللفتره الانتقاليه، حتى بعد الانتخابات لثلاث اربع دورات انتخابيه هو راس الدوله للصلاحيات السيادية. الله اكبر، الله اكبر. العسكريه والله والله شفت تعال السودان ده بشنون بتاع الدكاتره اللي عايزين بالبيشر اتكلم عن انه البرهان حيقعد بانتخابات واربع دورات انتخابيه. هو ده طبعا كلام، ده كلام بتاع علف، لكن بيقولوا ما لنا احنا ده ما عندنا معه شغله. اللي عندنا معه شغله ده ده كلام اللي عندنا معه شغله. قولوا سبحان الله. لكن ليوعد الشعب السوداني بالانتصار الحاسم مع اخوتهم في بقية القوات المختلفة. نحن جينا يا اخوانا نتفقدكم، ورحنا واثقين وعلى ثقة من انكم مليانين ايمان عميق بحقية النصر. ما جينا نرفع عليكم معنوياتكم، لكن جينا نرفع معنوياتنا نحن ونرفع عليكم معنويات الأمة السودانية جميعا. نحن أخواننا نقول لكم تحيات أخوكم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الخاص في أم درمان مراحة. الأول أحمد إبراهيم مفضل وتحية من الأخ محمد حسان الفريق الأول مدير الشرطة للإخوة الأبطال اللي معاكم دايما. تذكرتوني قوات العمل الخاص في أم درمان مراحة.
جينا يا اخوانا زي ما قال غايبكم اللبيب ما عندنا كلام كثير، كلامنا يا اخوانا الجيلي والشرقاويين وحنتوب ومدني وكل غرام مدني والحداد عبد الله قال لهم مين سينار دار وديهن الجيلي. وهو امبارح في مدرمان قال لنا سجيلي حوديكم سينار. قال لنا سمدرمان حوديكم سنار، وقال لنا السنار حوديكم مدرمان. تقولوا سبحان الله. بس تقولوا سبحان الله. بس انت امبارح يا سرعاطة قلت قواتنا دي حنوديها كل الولايات وحنتحرك من امدرمان نمشي الدويم ونمشي سنار ونمشي مدني ونمشي. مشيت لي ناس مدني قلت لهم حنسوقكم امدرمان وحنسوقكم الجيلي وحنسوق. انت يعني دارت تسوق اللازل توديه لوين يعني؟ يعني دارت تسوق النازل توديهن وين يعني؟ ما تمسكوا حتتكم تقول لهم من هنا ماشيين مدني. ما تقعدوا ترفعوا المعنويات ساي احنا سايقيننا وما تمشي تودينا الفاشر ولا حاجه. ناس الفاشر ما دايرينهم ولا ناس مدرمان ذاته دايرينهم ولا ناس الجيلي ذاته دايرينهم. انت الجيلي ده ناقص جيش؟ الجيلي ناقص جيش؟ الفرقه الثالثه دي ناقص جيش؟ الفرقه الثالثه ناقص جيش؟ فهنا بنرجع لسؤالنا منو صاحب القرار في انه مدني تتحرر وانه القوات دي تمشي مدني او انا اسوقها وديها الجيل؟ منو صاحب القرار؟ يا سرعته في امان الله ما حاسب الحس انه المواطنين في الدويم ولا المحاصرين في النيل الابيض ولا قاعدين في جبل اولياء ما حاسب احساسهم لانه ما بيمشي الحته اللي فيها الذخيره، ما بيمشي الصفوف الاماميه، ما بيمشي بحرر له غريه. ياسر ما مشى حرر غريه، اللبيب ما حرر غريه، اللبيب حرر يا تغري عشان يجي يرفع تمام. هيمشي يرفعوا التمام للبرهان انه القوات معنوياتها في السماء، الناس اللي في الحته اللي انا قاعد فيها دي يا برهان كانوا بياكلوا بيشربوا. تقرير ياسر ده البرهان عليه حيبني يقول والله يا اخي احنا ما نتحرك في المحور ده، لانه ياسر شاف الحته الغلط رفع التقرير الغلط بالاحساس الغلط، ده ما احساس المعاناه بتاع الناس. تلقيت جيشك قاعد في معسكر في محصن بدفاعات وما عنده عوجة جيشك. هسه لو مشيت زرت الفرقه 18 حتلقاهم محصنين في امان الله، لو مشيت لناس سنار جوا سنار حتلقاهم في امان الله، لو مشيت لناس كرري حتلقاهم في امان الله، دي ما الحته المفروض تتكلم فيها. صاحب القرار في تحرير مدني هو مواطن مدني. مواطن مدني ده اتخذ القرار كيف؟ اي مواطن يجي طالع برا يتخذ قراره يقول انا والله اللي قررت احرر مدني. موقف الامريات صحيح انسلافي تحدث طبعا عن موقف بتاع المدينة قويلق، وفي قويلق طبعا قوات امل خاص ما قصر ما شاء الله تبارك الله، انتشار طبعا كمية من قوات امل خاص في داخل مدينة قويلق وتعمين كل طبعا ولاية وجغم طبعا كل الارتكازات او قناصين طبعا في داخل مدينة قويلق، وبرضو في نهود برضو طبعا ما قصر الامر الخاص وتحرك طبعا بكميات هائله جدا جدا من قوات امل خاص طبعا، وانتشار طبعا واسع لانه قوات امل خاص في داخل مدينه قويلق وفي داخل النهود، تقدم طبعا كبير القوات المسلحه في فاشر وفي باب نوسة. صحيح في الفاشر يعني القوات المشتركه وقوات المسلحه طبعا ما قصروا وتعمل كل محاور في داخل فاشر او في اطراف طبعا فاشر. فاشل طبعا ما شاء الله تبارك الله قوات المشتركة انتشار واسع طبعا في جهة السهرة وفي الحدود الغربي طبعا لتابع لأولاد غرب دارفور
لانه في غرب دارفور طبعا اكثر شيء طبعا الجنجويد طبعا، وقوات المشتركه طبعا ما شاء الله يتحركوا وتامن او تامين كل المحاور طبعا التابعه لولايه غرب دارفور، والحمد لله. والتقدم طبعا كبير للقوات المسلحه في داخل باب نوسة، والنصر للقوات المسلحه في كل مكان. اما الخاص ما قصر ما شاء الله تبارك الله تامين كل ولايه او مدينه طبعا الخويلك طبعا او في داخل النهود. امس طبعا فيها خلافات طبعا بين مسيريه والرزقات في داخل الجزيره، وبرضو في خلاف طبعا بين جلحه وفي وكيكل في داخل الجزيرة طبعا. انجاكم مباراة كده أكثر من 100 وفوق طبعا في داخل الجزيرة، هم طبعا خلافات ده عندهم، لأنه بين قبيلتي وقبيلتك طبعا عندهم خلافات كل مرة، ونتمنى إن شاء الله مزيد من خلافات في داخل الجزيرة وفي كل الأماكن، ونسل للقوات المسلحة في كل مكان. تحياتنا شباب، شكرا لكم اللي قدام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.